اي جات اي. سلام عليكم خوتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. جمعه مباركه للجميع، انعم يوم مبارك ولقاء مبارك. راني في مستشفى بوفاريك، راني مع خوتي الجيش الابيض الجزائري. نعم، تحيه تقدير لهم. وشوفوا مساكن عملهم الحمد لله انه لا يذهب هدى. وليك معايا واحد من سكان المنطقة كان مصاب بفيروس كورونا، والحمد لله بفضل المجهودات الأطباء. خلينا هو يحكي خير. سيدي تفضل، دني ليه دني. عندي واحد سمانة ملي دخلت الحظر الصحي هنا في مدينة بوفاريك في السبيطار، الفرملية ما شاء الله، الأطباء ما شاء الله قاموا بينا، والجميع كان متكافل معنا من ناحية تاع البسيكياتري. الأطباء حتى الزوج تاع الصباح، ثلاثة تاع الصباح كاين اللي يديروا التشكا الأكل. ماشي ما يردوا على جاك. ما شاء الله الأكل ما شاء الله، والدواء طام مفعول تاعو، والأم كان واقف. تحية كاع ليهم، تحية كاع للأطقم الطبية، الأم من هذه النظافة بالمستشفى. أعطيني رسالة للناس اللي راهي، والناس اللي راهي تخرج. نعطيها حاجة، نقول لها لو كان راك تعقب سمانة هنايا تقول له كان بالألم بالألم. خشفنا ألم كبير للناس المصابين اللي عندهم السكر وعندهم الأداء واحدة أخرى، ولكن اليوم بفضل الجهد تاع الأطباء والأمن وكل أطباء اللي سيطروا على هذا الأخر، والحمد لله البارح لابريف خرجوا سبعة من المستشفى بوفاريك. لا لا، من الحظر تاعنا. اي كانوا معاك. خرجنا سبعه على الثلاثه العشيه، خرجنا سبعه. اي مليح. وهذا فاعل خير. وانا نطلب من سكان مدينه بوفاريك وكل ولايات عامه. نعم. ايه. اخذوا احتياط تاعكم وقعدوا في بيوتكم. كاين الرجاله يتحكم. لان باش الناس باش نتفاديوا هذا ونعاونوا. فعلا هي رساله واحد. عندما يمتزج لسان الإعلامي بلسان مواطن وكان تعرض للكورونا. خاوتي تحية للرجال الواقفين. وعنديك خارج اليوم إن شاء الله في الخير، وإن شاء الله اليوم نسمعوا حالات شفاء. تحية الجزائر وإن شاء الله ننتصروا. سلام عليكم، نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات أخرى. سلام.